وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صلى على النبي. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة Thank you.
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جرأة
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض
يريدون
والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
حكمه